في القسم الاول لانه خلاص راح تكتمل الامور والنصاب. هذه المباراه رقم 11 للوكره وكذلك للتحيل، وسنعرف رسميا الموقف النهائي بعد مرحله الذهاب. وتتلو هذه المواجهه ديربي قطر الذي سيجمع ما بين الزد والعربي، وبعد ذلك ستختتم كل مباريات القسم الاول على مستوى دورينا. لكن هنا لدينا نتكلم عن اللي جايين من الجنوب، نتكلم عن هل الوكرة، نتكلم عن النواخبة اللي جاي من خلاله بارتولومي لوبيتس يأتي بصعود الخاطر حارس لي المرمى. لدينا يوسف طارق، سنسيبري، لوكاس مينديز، حازم شحاتة، حمدي فتحي في وسط الملعب بجوار أحمد فاضل، أيوب عسان جاي يمنى كالعادة، خالد منير في الجهة اليسرى، دالا بن يطو ثنائي تعودنا ان يكون حاضرا متواجدا في خط المقدمه. عبد الله العذبه يعلن عن انطلاقه هذه القمه ما بين الاثم، ياتي بالنقطه العشرين اليوم نادي الاتحيل. هذه الكره الان تلعب اماميه بالراس، وصلت اول الاهداف. نعم يسجل لدينا الاتحيل اول الاهداف بخطا فادح جدا من سعود الخاطر. يوسف ايمن يضع الكرة بعد أن سقطت من أحضاني ويدي حارس المرمى سعود الخاطر ليهدي يوسف أيمن أول أهداف المواجهة. واحد لا شيء، انظر إلى هذه الكرة، ما في تسلل إلا إذا لمسها سيميدو، والجول جول 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 سليم جدا للاتحيل لانه اللمس كان من بنيطو، ولذلك الكره لحمدي فتحي في الجهه اليمنى يمرر الى دالة، تغيير ممتاز الى شحاته في الجهه اليسرى. هذا شحاته وتسديدتي حازم الذي كان يوما ما لاعبا لنادي الاتحيل. يعني حازم نعم كان يوم ما لاعب للاتحيل، ايضا خالد منير كان يوم ما نعم لاعب للتحيل. طاقة الصفراء هنا ايوب عسان في الجهه اليمنى، ايوب على تنفيذ الخطا لمصلحه الوكره من بعد الهدف. الوكره يقترب شيئا فشيئا من مرمى الاتحيل ويحاول ان يسجل، الى الان لم يصل. اوه على كره خطيره للغاية ما بين لوكاس مينديز وسان سيبري. لوكاس كاد أن يسجل هذه الكرة التي سقطت، وكاد أن يكلف صلاح زكريا فريق الاتحيل عملية طبعا التعادل بعد أن سقطت الكرة من يده الوكرة. هدف التعادل، كرة الآن بنفس الكيفية، يعني بنفس الطريقة بنفس الأسلوب، خطأ من حارس المرمى في عملية استلام الكرة، وبعد ذلك تأتي عملية ارتداد. هنا حمدي فتحي عنده الكرة يحاول أن يمر، مار دالة 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 دالة، والكرة جول، يأتي التعادل لمصلحة النواخبة. جيلسون دالة يسجل في مرمى صلاح زكريا هدف التعادل بعد عملية تصدي. هل كان متسللا هذه الكرة، هذه التسديدة؟ التصدي لم يكن يا صلاح يا زكريا، التصدي لم يكن، خطأ آخر من حارس المرمى صلاح الذي كان يوما ما حارسا للوكرة وحارسا للغرافة. يأتي الآن الهدف في مرماه، ويأتي الوكرة بهدف لمصلحة الوكرة. تلعب سريعة لدالة، دالة عنده الخطر، دالة يا دالة، وتسديدة جيلسون دالة كاد من خلالها ان ياتي بثاني اهداف الوكره، مرت بجوار القائم الايمن. شوف التسديده الممتازه، مرت بجوار القائم الايمن الى خارج ارضيه الملعب. وهنا لدينا اصابه لصلاح زكريا، حاله صعبه جدا، حاله صعبه جدا. انا اعتقد في صوره جات من الاخوان في الكاس واضحه، هذه واضحه، هذه الاولى احتكاك ما بين الاثنين على الكرة، ترى مش هذا الخطأ. ممكن يكون في لمسة يد يا جماعة، راح يلغي؟ لا أول
إلى الآن نحن في الشوط اللي كان أول وربع ساعة الآن مضت على الوقت المحتسب بدل ضايع وليس تسع دقائق. كوتينيو للثاني فيليب كوتينيو نعم نعم يسجل ثاني أهداف لدحيل فيليب كوتينيو وضع الكرة في مكان صعب للغاية فيليب كوتينيو ولا يستطيع سعود الخاطر أن يأتي بمثل هذه الكرة في سقف المرمى. إذا فيليب كوتينيو نعم وضعها بهذا الشكل نعم في السقف في السقف كعادة البرازيليين في 98 وركلة زاوية تلعب صدت الآن مطالبة لكن لوكاس مينديز يلعب الكرة العرضية تحولت خطيرة سميدو تتمرر الله 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 الله, الله. يا صلاح يا زكريا يا صلاح يا زكريا الحلو حلو الحلو حلو إن كان في أمر جميل ومميز وحلو نقول عنه حلو نقول عنه حلو انظر إلى هذه الكرة كيف تصدى الله يا صلاح أي ردة فعل كانت من صلاح زكريا أبعد الكرة يا دوب جول بنيطو عادلوا في أربع مواجهات وهنا لدينا اللقاء وراح الكوري هل يسجل الكوري هنا لدينا كرة 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 أوبا لا 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 قول كلام غير هذا كيم مونهوان يضيع انفرادا نعم من منتصف المرمى من منتصف الملعب انظر من المنتصف عدى وراح عدى وراح عدى وراح هذه ما في أسهل منها أضاع الكوري أضاع الكوري بعيدة مترين مترين عن المرمى كل الآن وصلت نقلة الأمام روبن سميدو روبن سميدو يا روبن يا سميدو ماذا فعلت أهديت عمر علي هدفا غاية في الجمال والروعة والأداء والتكنيك على الطاير بأسرى في مرمى صلاح زكريا معلنا عن ثاني أهداف الوكرة والتعديل بطريقة سينمائية للوكراوي النواخذة يعودون وكيف كانت هوبا في مرمى صلاح زكريا سميدو أي إبعاد هذا يا سميدو وحده 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 والوكرة يسجل بهدف من كورة ولمسة واحدة 2-2 اليمنى التعادل سيرفع رصيد الوكرة إلى النقطة رقم 22 وراح يرفع رصيدك أنت يا الله 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 هو الثالث هو الثالث عن طريق من؟ عن طريق من هو مين؟ على تسجيل الثالث لماذا؟ بهكذا طريقة يضعها الله 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 حمدي فتحي ثالث أهداف الوكروية يضعها حمدي فتحي بروية في الزاوية اليمنى أرضية نعم في الزاوية التراجع الذي كان والثلاث الاثنين لمصلحة الوكرة مباراة مثيرة على مستوى الأحداث على مستوى الأهداف في جمالية كبيرة جدا وهنا لدينا كرة تنقل وصلت إلى دالة شوف كم واحد 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 راح الواحد جاء الثاني الثالث الرابع الخامس عمر صلاح أوبا با 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 مر ومر لكن بعد ذلك التصدي الذي كان يا عمر يا صلاح ماذا أهدرت يا عمر يا صلاح انظر إلى هكذا تقدم دالة قال لا خليها لعمر صلاح وعمر صلاح يا عمر يا صلاح في القائم يا عمر يا صلاح مريت حلو مريت حلو لكن في النهاية كرة اصطدت في القائم وإلى خارج أرضية الملعب ركلة رابعة هذا الموسم كرة تلعب وبالفعل مشاهدينا النواخذة سووها وانتصروا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة غاية في الإثارة والمتعة الآن أنتقل إلى الكابتن عبد العزيز حسن والكابتن مشعل عبد الله إلى اللقاء